انا كنعرف واحد القمار ولد دربنا كان ما يكسب ما يعلم، طلع عليه دابا تبارك الله راه باقي ما يكسب ما يعلم، شنو ندبر عليه انا ولا شنو؟ كتلقى القاوري مقمر بالفيلا ديالو كتمشي ليه ما كاينش مشكل، وابقى درب قمر ب 16 ريال كتمشي ليه كيروب الدنيا على قده توك تابعين نجا في الحرام. انا ديك النهار واقف في راس الدرب ويجي عندي واحد الراجل كبير قال لي انس دعي معايا لا تخلي الكلب بيض نشري دار في شوكه. قلت له انت راجل اللي معول على كلب يدير لك الدار، كتلقى بنادم في راس مالو 400 ريال ومقمر على ميسي ب 99 مليار، وما كاينش اللي كيسالي معايا قد داك اللي كيبغي يعمر الورقه ديال القمره كيقول لك بسم الله توكلنا على الله غادي تجي هذا ولد الحرام. دابا الكذاب كيقضي عليه الكذاب والنصاب كيقضي عليه النصاب، الا القمار كيقضي على راسه براسه.